أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمة وبئس وما جرى مجراهما، فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين، مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره، وجمع تمييز وفاعل زهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. عرضي بلادري خوما كم ارتباطك بنوعك نعم بسشر هانا لوقعد بفعل تعجبه لجيتي غير متصرف بونو، وبدليل يوا لصفة مشبهة دا لا تعجب دا نوع مدح هي لواقع دا ليرج دا همان شتيكيا او ارتباطيك تنقاتن كي لواقع دا لقليان بوي بش سري اوان هنا يتي دلين نعمو بإسو اوي وك اوان بيادة دبيت كدبيتا بو نعمة دبيتا حبزا بو بإسا دبيتا شي ساعة افرين فعلاني عرضي بلادري خوما كم أصلاويك خبري مقدم بيت للتركيبة كده نعمة دبيتها مبتدأ مؤخر جاء أم جاء فعلاني كخبري مقدمة غير متصرفين دبيتها صفتك نعمة دبيتها مبتدأ مؤخر بس نعمة وبئصة دو فعلا كمتصرفين أم جاء رافعان اسمين أما أقل بلين صفة بفعلاني صفة دي ومن غلط دبي بوشن كاللبيني صفة موصف ذا أجنبية كمبتلاك كان يعمل بيسي قراري قلت بزوابا شرافعاني بلين خبر مبتلاك معزوف كهمايا رافعانش خبر كيتي آوة بس نعمو بيسا دو فعلا غير متصرف رفع عددا بشي بدو اسم رافعان اسمين عفو رفع عددا أليه يعني عدسي تناب الدكم هل يكي اسم مرفوع دكا بإسا اسم مرفوعك عليك السلام ورحمة الله نعمشتيا اسم مرفوع دكا وزيمنا اللبتا مقصود بمتحوزة مشيانه اوانش الدقيقة انتيا مرفوع على واقع الاوانش جاء انجا فاعل امانة كمرفوع دب بإسا وبنعمة ام صورتان هي مقارني ال فاعل كانيان او دو اسمانا او دو اسمانا حاليا وايا مقارني ال يعني فاعلي نعمه بئس تدبت الي بيو دبت وكما صدر بئس الرجل نعم الرجل وايا لا قران جاته بئس الشراب مثلا او مضافين لما قارنها يا اذا فدكرين فاعل كانيان بدو اسمك مقارني الو لقل ال دايا حال لازم بئس مثوى المتكبرين بئس مثوى المتكبرين كلا قران دهات وايا وكن نعمة عقبى الكرماء عقبى كفاعل نعمة يا ألي بيوني بلا إذا فكرة برو معرف بألكتيا كالكرماء أما دو سورة سورة سوام ويرفعان مضمرا يفسرنا أصلا فاعل كينا معرف بألبي نا إذا فدك برو معرف بألي يعني واتي اسم زينا بأيت لبت زمير دبت مرفوع دا كان أمدو فعليا زمير كوا زمير كش يفسره مميز تميز يقلد واخويا وا تيليكا تفسيري أو زميلة ذكاته وكنعم قوما معشره إيسي قوما تفسيري زميلك كالي شو دام ستيرا لنعم دام ستيرا زاو توضيح لدين لشرحة كيا كو زميلة حال أوزاعي شي هيا باشا نقفر يا كوين أمشي رج دلين وجمع تمييز وفاعل زهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر زرت ساكم ألين أقر زميري مرفوع كرت تيا مستتر بو زميرك النيازي واتفاعل زميرك النيازي بتميزك تفسيري بكاتو تبيني كباشا اما اگر فاعلك اسم زاهر بوشي على جمع لبيني تميزو فاعلك زاهر بي خلافك تيدا بمشهوري رئيسي بوهي أويا أفرمي ببوني
اسمي ظاهر كفاعل نعمه باسبه كم تازر حجه لنيازك من بتميزنيه بو چونك خدي دفع ابهامك باسم ظاهرك ذكر هناني تميز شتيكي زائد ويكار او تلتق سيز ولا سرجاد ان شاء الله بحث ليكي بلى بسم الله الرحمن الرحيم هذا باب نعمه بسو ما جرى مجراهما او ام بابا ما بابي نعمه بسو واش كوكو بسو نعمه بكال هذا جاك هكا بسو نعمه لا ادبيات عرب ذات جوان بزانه دو كاربوديان هي كاربوديشان او هيك امانه فعلي متصرف المشتق لباب تشوار لبير دبيل تصريف ام خوين دومانا لتصريف ما مستعمل علي شنو يبر احمد بها لشرح التصريفي تفتازانيه هي لشرح النظام هي ك وقت فعلك لسر وزني فاعليه بكسر عين الفعل وضمنا عن في لكش حرف حلقه شوار لغتي تعداد درست حل وانا مثال بنعمه النواني اصل هي نائمه ينعم ولا باب شوار ويا بك نائمه ما لغتي مشوريتي نعمه لغتي شكيتي ويا نعيمه ويا نعمش من هي وزنه بلا بس أفرين نعمة 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 أفرين أو كاتا يكي للغة كان يبيل بإيسا شرف وجورية أو كاتا متصرفنو عرض زناب الدكم خبر ددن لنعمة خوشي لبؤس نارحة نالباري بلا هنديجار هر أم فعلانا أم دوانا غير متصرف واقعدا من بوتونك إنشاء مدح دكا يا إنشاء زمكا كالير دام بس أمتيكا وويك غير متصرفا تشونك باري متحزم يا تدايا لحالة أصل فعلتيا تشون دراوة جاء وما جرى منه في المدح والزم من حبزا وصاء ونحو ما أوشك وكو حبزا وصاء به وكو أوانج به وكو أوانج به يعني إفادة مدح دا يا زم أو على فعلان غير متصرفين نعمه بس نعمه بس دو فعلا غير متصرف وغير متصرف چونك الاصل فعل كان شنو دلو فعل كان دو كار كان عموما افاده حدث زدن لقلت لقل زمان ده ايوانيا لا عرف لك حدث ما بس لقلت لقل زمان دلمان ده ايت تازه حدث زمان شو تدلو بس والله نعم الرجل زيد باش بياوك اغاي زيد خطو نحدث تدا معنى مستري وانا زماني تدا منظوري اونيا دوينه بو بيا بيري بو بيا سبحان الله نابت لو ده تدا منظوري تو انشاء است بو مخاطبك يقول او مد حدا لي بالنسبه او اغا يا زمي او اغا هذاك لك انت لك المخاطبك حال لازم يبوك او جاء امزع علماء دفرمون انشاء لاصلا معني لمعنى حرفه شون كان هات مشاكه همزه استفهام كار انشاءك اونيا هل استفهام هرب جوريه دي هرشتك أما معنى إنشاء تدابه لواقع دا بتغير متصرف هروك حرف جاء فعلاني لدخولي دبيت الدليل بو فعلاني بو فعلا لبر داخل بوني لدخولي تائي تانيس الساكنة عليهما في كل اللغات لهم لغة كان عرب دا بإساو نعمة تائي تانيس الساكنة دا إما شبه يشترك عندو مانا تائي تانيس الساكنة جوزي خواصي اسمه بلان بات وجوبه وش ايسر اختلاف هلا اسم بونو فعل بونيان داهية نعمه بإساء أبو علي فارسية وأظانم رأي نانا فراء وكوفيا كانش نقع أبو علي فارسي عفو فراء وكوفيا كان اعتقاديا أويا كأم دوانا هل اسم بدلي لداخل بوني حرف زرب وصليا كلقتلنا دادا لا أعلك توضيح كي دلاوة نيلي نواني ودليل تشيكاش أويا واتصال الضمير الرفع بهما في لغة حكاها الكسائي ولبال متصل بوني زميلي رفعة زمائلي باريس للغتك داك كسائي برحمد به نقلك دو مثلا كسائي دالي عربتو يعني الزيداني نعمة رجلين عفو النعمة بألف يا الزيدون نعمو رجلين مثلا دالي آوان خندو دوانا أو ألفي قلتوا الأجزاء مثلا تيا واوي قلتوا آوان بلان وذهب الكوفيون على ما نقله الأصحاب عنهم في مسائل الخلاف إلى أنهم اسماني كوفيا كان بلو أوتن بات وجوب برابري أويك نقلي
بنا بشتيك نقل او شتيك لهي نقله بما بناخوته تواني بنا بشتيك نقل او شتيك دوا يارانو علمانو عزيزنا بدكم زناني بسري عنهم لكوفيه كان ولا مسائل خلاف ده مثلا بو نمون ابن الانباري كالانصاف هي الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين تبكي زور 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 بارزش جاء اجد دست كيف تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد اتلو نور على نور اما ده بارزش تواوي مسائل نحوي وصرفي كما اريد اختلاف بين بصري وكوفيان ده بدلائل هدو كانوا انا ام ابن الانباري هنا يوتي الانصاف سكتي بكي بارزش أوان تيان إلى أنه مسماني أمان بيان وياك أودوانتن اسمن جاء اسمن أوان أوا دلن دلن اسمن مبني لسر فتح اسم مبني لسر فتح بوشن كذا شبعتي معنيان هي بحرفه بوشن كمعنى إنشاء تذاك إنشاء لمعانيسيا حروف. وقال ابن عصفور لم يختلف أحد في أنهما فعلان وإنما الخلاف بعد إسنادهما إلى الفاعل فالبصريون يقولون نعم الرجل وبئس الرجل جملتان فعليتان والكسائي اسميتان محكيتان بمنزلة تعبة شرا نقلا عن أصل موصوم بهما المدح والذم. أما شخصية شكاية ابن أسفر جاء زاهلا أم قصيدة بلا المقربة أقول بلا المقرب كتابك زور بعد جر كتابك بلا ابن أسفر خلاصة كلام ها ولايتي بلين ابن مالك البتات شان صالك ابن مالك برحمة شوى زال لو كتبك هي المقارب زو كتبك بارشا شرح العلماء نشي زور بالسلوية ابن عصفور آوا دل دل هيتش كاز اختلافي نية اللي بيسو نعمة داك فعلا هم بسري بيان فعلا هم كوفيش فزما غير يقصيك هي اي اختلافة قلي فعلا على اختلافك دواء اويك اسناد دين برو فاعل وقت النعمة وبيسا فاعل لقرد امزع اختلافه دا دبيت شون على بسري كان مثلا كدل النعمة الرجل يا بيس رجلو على نمانا بيس جملة فعليا بلان كسائي كسردسي مدرسي بس كوفيا كان او دلنا ولا اسمينو محكيا جمله اسمينو حكايات كراون بوكو بمزيد تعبت الشر نسيت تعبت الشر بلا ولا كيف على ايوانيا بلا وقت مثلا دبيت علم بوكسك اخو تازا حالتي فعل ممتازه لو كلماتيا نامن افلي نقل عن اصل ما الاصل كان كفعل لفعلا نقل كلاون لا اندلاوا والسمي بهم المتحوزم شونك بونا يعني بمعنى ناوي متحوزم بره وابردري وشونك امانه بونا ناوب ومتحوزم يتدل تازها لاصل اخوانك فعليتها لا اندلاوا بون بتي بون بتي بون بايس اعوى حكاياتش كباس ما انكر مثلا كشتيك شون قتلاوا نفرش كآوى النقلية كاته ويتلا ودى بيت الجملة جملة محكي رافعان اسمين وايا أمانا رفع عددا بدو اسم فاعلين لهما حدو كيان دبنا فاعلين بإساء اسمك نقدو اسم مرفوع دكا لا قال يقام زريونيا بإساء اسم مرفوع دكا نعمش اسم مرفوع دكا ودى بندو اسم آوى جاء ما حالتي فاعلة كاني أنا مقارني أل الجنسية مقرون دبن بأل الجنسية يعني أل الجنسية لسر دبيت وكو فنعم المولى ونعم النصير يتم مشخصة كواء المولى النصير لركان داوى فاعل صورة دوم أو مضافين لما قارنها أو لمضاف وايا أو لمضاف لما قارنها وايا يا مضاف دبن بوشتك كمقارن البياني بو مضافك كوام مضافك مقارنتيا على رحمة خلاله وكن نعم عقب الكرمة يستي نعم ليردا عقب فعل كيتي إيه إذا فكراوا بلو الكرمة كأو مقارن ألا كرمة جمع كريمة أرزي زنا بدكم عقباش بمعنى سرنجام مصيرة بلا جالر لا مخصوص بمضحكتها محذوفة للتجنسية آوى أصلك نعم عقب الكرماء الجنة
مقصود بە مدحەکە مەحذوفە. باش سەرنجام و عاقبەتێک بۆ پیاوانی بەڕێز کوێیە؟ بەهەشتە. الجنة مغصوبة مضحكية ومحذوفة لا تجنس يا أود الصورة صورة سيوم يرفعان مضمرا دو زميل مرفوع دكان عفوا أم دو فعلية زميل مرفوع دكان يعني زميلك كوا مستترا زميلك تبع مستتر به يفسره مميز بعده تفسيري أو زميلك كاتواني تميزك لدو أخويتي أكون نعم قوما معشره معشر بفتحي ميم معشر الرجل يعني أشرته لم حالو يبوكا يا بئس للظالمين بدلا أولي ركان دا بدلا تفسيري تي كاتواني زا نا تفسيري زميلة دكا كلي بسيا مستطيلة قوما تفسيري زميلة دكا توكا اللي شو داها رحمتي خالي بلان مخصوص بزم مكان لبئس دا لجملة بئس للظالمين بدلا دا محذوفة أصلك أو بئس للظالمين بدلا إبليس چونك ولا بحثي إبليس أو اشتدله بس مخصوص بزم مكان إبليس وتيا محذوفة لبدا جاء أم جاء أم زميلة قصيلة سلا أم زميلك نعمه بئسا مرفوع دا كان مستدل بيتيان دا أحكاماتي كيسيري هي مثلا لو أنا بلابدي رأي بسريا كان أو زميلة عرضي جناب الدكم بشكل تصنيع وجمع درناك قد قد هل هو هما وهم نية مذكرة بس بلان بو 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 مثلا بمذكرة وبمفردية وبتصنيع وبجمع وبمعنى نايا بلحاظي ويكوا تميزك جاري وتصنيع دبي جمع دبي بوا بينياز لو كذا زميلك بتسنيو بجمعتيا بهيني امام مطلبك هر هو سيصل الاويه انا والله سيصل الاويه اذا تميزك جياك اتوان سيصل الاويه ويكم من اغا دارم على مفرد ومذكره تاو هر ابدا اميك دو عزيز جناب الدكم تابعك بالنسبه ام زميله ونايا حال لازم نبي تابعك بالنسبة أم زميلة والنايا أو أرزي برادري قومكم أم زميلة زميلة جنية لو أنا كوا داري تابعك بيت مثلا زميلة كبيني بيكي تتأكيد بوابي ها حالي أزم دبي أو أرزي برادري قومكم باشان أمام حكمي دوم حكمي سوام أقل شتيكي وشاتبو فرضا زميلكا زميلكا تبو تأشيدي أو زميلكي لك أو شازة مثلا عرب نقل لك نعمة هم قوما هم دالان تأشيد وهو يكلا نعمة داية أو شازة اشتوانا بد مطلبي سوام أرزي زناب الدكم أقل تفسير كلايا وبمؤنس فعلك علامتي تنز دقلي وكم مثلا تقول النعمة امرأة هند إذا كانت أجل تميزك مؤنث بو قطعا فعلك علامة تنيز بخوية ودقلت شوارم دبي مطابق مخصوصة كبي أو زميلة التي دا عرضي زناب الدكم بلا بأجل أجر مطابقة دواي بلى أما حكاماتي أو زميلا وأظنم خلاصة كيشي لو أنا كاتيها هيا لقاتل ندالة ما شايتش بكلو مراجعي بي بكلو أنا وأظنم لودا باشان شتيشكا كديتا بيشو أويا على وقد يستغنى عن التمييز للعلم بجنس الضمير بين يازيد بدل تمييزك او تمييزك تفسير زميلك لك دعني بين يازيد بدل تمييزك جاري وان ياز بنابه بتمييزك بو للعلم بجنس الضمير چونك اغاهي من هي بجنس زميلك واتا بدليل او كزميلك دزانين چيا خلاصه كلام لتمييزك صرف نظر دكينو تمييزك ناهين أما طلبة آوية بلان
هندق لشارحيني ألفية جوري كيلي ضلن كيوشد بو ضلن كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونما دولة أو أي لم كبشا حرام حديث بو بمبنى بو أوي كنعمة فعل وها تيجتوا تيتا ساكنة بلام ليلة دا مطلبكش تيجيكيا برك أوهان تفسير كدو كتويانا دي قفل مكتويانا لم مثال دا لم شاهد دا كحديثة أوايا هم زميلك عرزي زناب الدكم عفو هم فاعلك وهم تميزك حذف بن أو برك أوا دلا مثلا مثلا يشيك لشارحين ألفي أوا تفسير يكاتواني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت نعمت هي بلا فاعل كيتي بلا مرجع أصلي كيك أصلي أو فاعل لمعنى دا محذوف واقعا خلي دا لينيا ويا وتميزي شي لينيا مثلا انتو أنا أصلك أوايا من توضأ يوم الجمعة فبها يعني هاك بوشتاني فبالطريقة المحمدية من الوضوء أخذ ونعمت طريقة الوضوء ونعمت طريقة الوضوء أو نعمت فعلك هي بو الطريقة المحمدية التي توا طريقة لبيت تميزي الوضوء لبيت مخصوص بتي بمدحك أما برك أو دلن بلا نوي كسيوتي لي لديهن نا أو نيا أو دلنا كاكا تميزك ناهينين بو چونك جنسي زميلك كفاعلك يا مشخصة لبان كتيا نياز من بو زميل نيا لا أقل بويا أرزي زناب الدكم أصل علماء دفر من أم تميزا وقتك بإسو نعمة بإسو نعمة كاتك أم بإسو نعمة زميل ينتدى مستطيل بو علماء دفر من تميزك تيا لازمة أما قاعدة أصلك أوايا أما أو جاء عرزي زناب الدكم باله علماء دفر من باجنيا نعمو بإسك زميل مستطير زميل ينتدى مستطيل بكل ينفعل بخيان ببتميز بهندلن أما قصي أصليا بلان دلاء هرچن أجر معلوم يجبيه قرينة يجبيه إلا بكمي لا كمية كأم حديثية يعني علماء دفر بمقتة بإسا والنعمة فعل كان زميل وتيان دام مستطير أصلها بتميزه وبين هرچن دا معلوم يجبيه جنسي زميلك وكرسي وتيان فرمي على أصلها هرب زميله وبين هرب تميزه وبين بلان ليرا كان دا كدي قدكي حديثك لوانية كمعلومة مرجع زميلك وشيشيت يدانية عرضي جاءوان دلن استقرائك لأدبيات عربة كلاو أو تفحصك كلاو أو يقاندو كاتيق نعمو بيستفاعي لكان مستطيلة زميلة أو يكديويانا فقد بسيو هاتو بتميزو هاتو بلن دلن أقر معلوم يجبه باجوانا بوي أم حديثة يكيك لو بشكما مثلا إمام الشاطبي دفرمي أهوايا كمن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت أي فبالسنة أخذها ونعمة السنة الوضوء تقول لي لذا كان دا نعمة شون كفاعلك يبو السنة دا تيتاني حال يزم نبي إيتل لذا كان دا إيما تميزة كمان ليتيا حذف كله شون كمعلومة لواقع دا بلان أمشتيكي كما أمشتيكي زهر نيا وصيوتيش هذا لو قد يستغنى خد قد عموما معنى أصلي لصرف المضارب وتقليل هرسن معنى كشيه بلان معنى متبادر وغالبي بو كم بونا رحمة الله أو تتمة حكى الأخفش أن ناسا من العربية يرفعون بنعمة النكرة مفردة ومضافة أمش تيكي سيلة أمش على أغا أحفش حكايتي كدو كومولا العرب رفع عددا بنعمة تشيب مرفوع في لك نعمة قلت من مقارني أليا مضاف برو داري أل دبي تفعلي بلان دلاب رأي العرب بنعمة اسم مرفوع دكا كواسا بألا نكرية جاء بمفردي وإضافي أجا مفرد به وكن نعمة غلام أنت كابر أو ضل نعمة غلام باش كوركتوي نعمة غلام وصو غلام النكيري وببي أليش بلان أما كما أما الزوزور كما بلان بإضافة شو هر لواقع الزكريان كردوا لواقع دا مثلا نكيري كان إضافة كردوا مثلا شعر كدبو دخبين مواني ك أم أخفش كأم دلال لأصلا لفراء ونقل لك فراء دلال عرب كتويان هنديشان دكري فاعلي بإسا ونعمة نكير بيو بألبيو إزافش كريت أماش تيكي عجابة مثلا
بونا منادلة فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم. فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم. صاحبنا كلي إذا فكرة برو قوم ببي أليشة. نخوي صاحب ألي تدايا نقوم إذا فكرة برو اسمينش كاكا ألي في وبيت. إذا مش لك وصاحب الركب عثمان بن عفانا. جالي ردا توجيه مشعران كدو تو يعني بدليل أوي وصاحب الركب لا لن يبيت دوام دا صاحب إذا فكرة برو اسمي داري ال أو تشونك أو بمع اسمك أو لو دا بعتف إذا فكرة برو داري ال أو بو تم بنايك بو أوي كأولك لمضافك دا إذ أعلن بيت يعني توجيهي بودك يعني أمس دروزنيا قصي أخفى شوفراك أو توجيهان كردو تيوان اشتواهيا نابابا أو عطفاء بوتا توجيه كربو أو بابتايا أعلم حالوي لما طلبك آه والمثال عادية مثلا ظل النعمة غلام رجل بفرض مثال أنت بلان نا هل أم قصة صحيحة أم شعرك أبو كدو أنت مستمسك لا عطفك داك عطفك لتو بصر فاعلي النعمة صاحب الركبي ها صاحب زعف كلابر واسمي داري ال اود بيتم بنابو ويك لاولك تشاو بو شكرا وك علي تدان بيت مطلبك ورقت افري باشان بامتكش بخوين شي دبكين والله فيما بيستين شونك تاو نابت بلا ولا توزكي توزيحه جمع بيني فاعل وتمييز باشا البته الشيء اللي بعديش كديت وما مميز وقيل فاعل لنحو داشتي وانا خوش مكو شعر النديو تايزتي يعني امن دا استراب وبريشاني لواقع دا لو بابتا هي ان شاء الله ولا درسي بعديه بحثيك.